بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن هنا تجمعنا القصة احتفالا بيومها العالمي الذي يوافق تاريخها 14 لشهر فبراير من كل عام. بالقصة وللقصة نجتمع الليلة لنحتفي بلغة القص وتجلياته من خلال هذا الكيان العريق الذي نحتمي به لنشر إبداعنا. الليلة ينزوي كل فن لتبرز القصة كفاتنة في ليلة عرسها، كملهمة للجميع وصانعة لأوطان يتفنن رجالاتها ونساؤها برسم جداريات بقوس السماء في ليال ماطرة. نقف أمامها كعرابة للأفكار وحارسة وفية للغة الذات. ها نحن نقف احتفالا بصنيعة الخيال الممتزج بالواقع، احتفاء بمجموعة أتت تحيي ليلتنا بسردها في ليلة القصة. هنا القصة هي نحن في ثنايا الحياة، في منعطفاتها، في وجعها وروحها وراحها، في صخب الذكريات وشغف الأيام وتناهيد الوقت. القصة هي هم، أولئك الذين يتخفون خلف تفاصيل القلق بالقرب من خاصرة الخوف وفوق أحلام العتمة. القصة رقصة صامتة تستمد موسيقاها من رياح الأمس وجنون الظلام وعرق الشمس. شكراً لكم على هذا الحضور. سنبدأ ليلتنا مع القاص معاذ آل خيرات، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. حركة لا إرادية، قام وقعد ثم قام فقعد، أعاد القيام والقعود، كرر الإعادة مرارا. قام، أشعل سيجارة كانت كفيلة بترجمة مصيره المبهم. هذه السيجارة ليست الأولى، تتشكل المفارقة حين تكون ذات نوع أردى من التي قبلها. عود ثقاب من كانت لديه الفكرة الشافية باستنفار كامل جزيئاته احتراقا حتى آخر جزيء انتحاري. فهم أن عود الثقاب يمرر له كيف أنه تلاشى عن الوجود بسهولة متناهية، كيف قص كذبة الانتظار أن يرمى مع باكية الكبريت محظوظة. انساق مسروقا إلى السراج، سكب وقوده على جسده بوفرة جريان الأعباء على كاهله. أخرج توأما للعود من باكية الكبريت، نظر حوله يتفحص كوخه المكتظ بالخانات الخاوية، يتأمله عله يلمح ما يستحق تأهل الحظ فيه، مع إيمانه بألا شيء يتنفس حلم الحظ والبون الشاسع أن يكون مستحقا. برهة، وإلا بالعود يقرأ وصيته مرورا جانب الباكيت إلى أن ترجل مشتعلا. أقدم على آخر حركة إرادية، واضعا العود المشتعل على صدره ليشرع بثلة من الأدوار اللا إرادية، أولها رمي باكيت عواد الثقاب المحظوظة. النص الثاني عنوان وسام. أفرجت الأرض عن قيود النهار لتتناول الليل وتكبله، وتبدأ بدورها كما كل ليلة باستجوابه عن رحلته بنصف يوم، فيقوم بتسجيل شهادته لكل ظلم وتجبر أتعب عيناه التي يباهي بها كعادته بأنها لا تكترث لما تراه. هناك على حافة القرية يقع بيت أو يحط كوخ ضئيل قد صنع بيدين متهالكتين لا تقويان على رفع قطعة الخشب قيد رمح، فبدا للناظر كصخرة مطلية بألوان عشوائية بسبب ترامي مزق الأقمشة لتسد أشعة الشمس نهارا وتحجب البرد ليلا.
هناك على حافة القرية بداخل ذاك الصندوق تجثم تلك العجوز الطاعنة في السن وقد بلغت عقدها الثامن، والتي تفوح منها روائح التجارب ويلمح في وجهها معاجم من الكد وتنبع من عينيها دموع رحلة طالت عليها. جسدها يوحي ببعثاء السفر وإن كانت تقطن في صندوقها عقدا من الصبر. حين أنهت الأرض سجواب الليل خيم على محيطها السواد لما سمعته من تمتمات الليل التي لا يصدق بدوره ما يقذفه لسانه. وضعت هذه العجوز يدا على عرصتها ويدا على خصرها المحفور من كثرة استناد يدها عليه، والأصح أن كلاهما يستند بالآخر. رفعت ركبتها بعد عراك مع الذبول الذي أكلها والانحناء الذي يريد أن يرغم وجهها بالتراب، والتراب الحقير يقترب كل يوم نحوها وهي تعتقد أن الأرض ترتفع كل يوم. وها هي ثابتة واقفة بترنحها، فقد أعلنت الانتصاب وقت بدء الشمس بتمتمات الأفول ولم تنتصب كما تظن إلا حين طليت السماء بذاك الصبغ المعتم. في تلك الليلة ترقبت خيوط القمر بعينها الضامرة، ولكن القمر يخلف موعده هذه الليلة، فاجتازت حواجز طراحتها المستوية بمهارة عمياء لتطبع على حائط صندوقها قبلة بيدها من قوة اتكائها عليه، فتهبش بيدها في الهواء يردعها السراج فتستدل على مكانه من شدة الظلمة. تتناوله بكلتا يديها وهي فرحة كأنها تحتضن ولدها. أرادت أن تستدل على خصره فتديره حتى يتبسم لها، لكنها لا تجد غير العبوس، فعرفت أن السراج لم يومض، تبسمت بتنهد وعلمت أن الوقود قد انقضى. عادت تتلمس الأشياء لتعود إلى مطرحها حيث الحصير المهمش، رمت بكل جسدها الصغير واضعة كفها تحت خدها وهي مطروحة فراشها لتغمض عينيها وتفتحها مبتهجة بقدوم الشمس لتقسم أشعتها على الخليقة بعدل. لن ترى النور ولن ترى حتى جسدها، فالسراج في الحقيقة مضاء والقمر يداعب النجوم في تلك الليلة وقد بدأ بدرا. شكرا. للقصة نكهة الحياة وتجليات الحقيقة، الحقيقة المشوبة بالخيال وبالتخيل أيضا. وقفتنا التالية مع القاص محمد مدخلي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم زملائي وزميلاتي المشاركين في هذه الأمسية، نرحب بهذا الحضور المبهج ونسأل الله أن تكون الأمسية تنال استحسان الذائقة، كما نشكر نادينا الأدبي على هذا الحراك الثقافي الممتع، ونشكر القاص والروائي والناقد الكبير عمرو العامري، كما نشكر أستاذنا الرائع العباس معافى. ومضة قصيرة جداً وطريفة بعنوان وكفى به. رعديد أمام زوجته، غير أنه ذات مرة صرخ بشدة على صورتها. الأقزل. يقبع بيتنا في حارة البائس، أزقة ضيقة تصطف عليها مساكن صغيرة متلاصقة. كثيراً ما أقفز على سطوحها إذا ما أرسلتني أمي لإحداهن. ذات صباح زار حارتنا فتاة غضة السن تعتل سلال مصنوعة من الخوص، تجوب البيوت لبيعها. طنين من الأفعال أحدثتها لجذب انتباهها، وهي تناول أمي سلة من مبيعاتها. نظرت إلي باسمة، لمحت في وجهها نظرة منهوكة مخطوفة، لمحة أججت مشاعري. من يومها اتخذت من عتبة منزلنا مركازاً أرقب المارة في انتظار بائعة السلال. شهر كامل مر قبل عودتها. هذه المرة عادت تحمل أوان فخارية. تتبعتها أتحين انحناءة زنقة للبوح لها، تدخل من بيت وتخرج من آخر وأنا أتوارى خفية. حمية الشمس وزنت حنقا،
ها هي تخرج من آخر البيوت بطرف الحارة كهل أعرج في انتظارها، لا بد أنه والدها. علي أن أفتعل أي حيلة. أسرعت الخطى، ناديت بأعلى صوتي: يا عم يا عم، ما بك؟ ألا تريدان أن تشربا في هذا اليوم القائض؟ أشار للفتاة الغضة وأردف: شكرا جزيلا. فزوجتي بحوزتها الطعام والشراب وراح يحجل على الطريق وهي تتبع. ومضة قصيرة جدا بعنوان غمة، يتاجر بأسرار النساء. أخبرته أمه حين موتها بأنه لقيط. غمة، يتاجر بأسرار النساء. أخبرته أمه حين موتها بأنه لقيط. النص الثاني بعنوان صراخ، وما إن صعدت الفتاة الطائرة وجلست على مقعدها المحدد حتى طلبت المضيفة من الركاب المكوث بأماكنهم مع ربط الأحزمة. يفصلني عن مقعدها عجوز بدين بأسنان مهترئة ينقل ثقله من قدم إلى أخرى. قرب الفتاة من النافذة جعلها تطيل النظر للخارج. بخدها الأيسر حبة خال زادت من جاذبيتها. لون فستانها فضي يضرب إلى الخضرة. هبطت الشمس واصطبغ الأفق بالأحمر مختفيا خلفه آخر شعاع من ضوء النهار وجن الليل. الرحلة طويلة، لا بد من ونيس غير هذا الهرم، هكذا حدثت نفسي. نظرت إليه، فم مفتوح خيط أصفر يتدفق من شفتيه، أغمض عينيه نصف إغماضة. هممت بمخاطبته وكست كتفه بلباقة. سبقني بالحديث دون التفاتة: أتود الجلوس مكاني؟ نعم، ولكن كيف عرفت؟ دغدغ أرنبت أنفه مبتسما: ستفقد شخصيتك إن اقتربت منها. شكرت على قبوله الدعوة غير آبه بتخريفه. عم السكون الطائرة، لمعة ضوء خافتة منعكسة عن السقف. خاطبتها: موعد الوصول 6 صباحا. ظل جسدها متحول للنافذة كما وأنها لم تسمعني. شخير هذا الخرف أخذ السكون، يطلق زفرات ثقيلة بشكل مضحك. شعرت بحزن عميق نحوه. حاولت عبثا النوم. شاشة الملاحة تشير عبورنا المحيط الأطلسي، السماء بلا نجوم. تململت وأنا متوسط، فتاة خرصاء ومسن معتوه. طلبت فنجان قهوة، أكلت فطيرة التفاح، أكملت الفصل الأخير من رواية إثبات عذرية. دوي صراخ أيقظ الركاب، الكل جال ببصره بحثاً عن مصدر الصوت. طفل حائر بين الرضاعة والبكاء. ساد الهدوء بعد أن رضعته أمه. انبلج الفجر، هبطنا المطار. عند موظف الجوازات افتقدت جوازي ومحفظتي. حينها تذكرت أن تلك الفتاة مالت على جسدي وهي تبحث عن مصدر الصراخ. النص الأخير بعنوان توق، نجمة الليل تومض عبر النافذة الصغيرة والشارع يكتنفه الصمت. شعره الفحمي الطويل يسقط شعثا على كتفيه. تخبط شمعته كلما زفر تنهيدة سعاله المزمن. بأنامل مرتجفة تناول شريط علاجه. بدا مستسلما لحضورها. حرك قدميه المنملتين. طوى تحت قلبه يدين هادئتين. لمح ظلها بالرواق. حرك كرسيه للعتبة. عانقها، هم بتقبيلها. فزعت من نومها تبحث عنه، فلم تجد سوى كرسي قابع بالركن المظلم عفره الغبار يعلوه بيت عنكبوت. السلام عليكم ورحمة الله. قفزت القصة والرواية كعالمان سرديان ليصلا
إلى تفنيد الواقع واقتناصاته ليصبح محفلين حقيقان بالتوهج. ضيفنا التالي أو ضيفتنا التالية الأستاذة حليم الفرجي، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم جميعاً في ليلة عرس القصة. النص الأول: الهجرة. أخبرتني أمي ذات مساء أن هناك امرأة فارعة الطول تقطن شمال هذا العالم، تسحر الرجال، تسرقهم من بيوتهم. أخبرتني أن تلك السيدة تملك قلباً كالبوصلة ذات الإصبع الوحيد، يشير دائماً إلى الشمال حيث الحياة والربيع الدائم. نسمع دائماً أن هناك بيوتاً مرتفعة ذات سلالم كهربائية وأنوار لا تنطفئ، فالليل في المدن يصبح نهاراً بفضلها. كان السفر هو الحلم لجميع الآباء والخوف الذي يشتعل في قلوب الأمهات. أبي وأمي لم يكونا سعيدين كأغلب فقراء هذا العالم. كنت أتنصت على شجارهما كل مساء، تبكي أمي كثيراً في الليل، وعند الفجر تنهض خائرة القوى، مسلوبة الإرادة، مثقلة الجفن. وكأغلب نساء القرى الفقيرات، أصبحت أمي تعيسة، فقد كثرت شكواها ودموعها أيضاً. فالمرأة في كل بقاع الأرض لا تكثر الشكوى إلا إذا سلبت الحب. ذات صباح بارد أخبرتني أمي أن تلك المرأة التي حكت لي عنها قد سرقت أبي بينما كنت نائماً. ها قد رحل أبي إذن، رحل ولم يقبلني كالعادة عند خروجه ولم يودعني. اكتفت أمي بالصمت وكفت عن الشجار. مضت الأيام تلو الأيام، انقطعت كل الأخبار التي تأتي من الشمال. تخبئ أمي مشطاً تحت وسادتها وصورة قديمة. كنت أغافلها كل صباح لأقبل تلك الصورة، أعيدها تحت وسادتها ثانية. سنون كثيرة مضت، بعض الآباء عادوا وبعضهم أرسل لأسرته فلحقت به. صديقي مسعود أخبرني هذا الصباح ونحن في طريقنا للمدرسة أن أباه عاد في الليل وكان يحمل معه الحلوى وملابس جديدة وحلياً تتزين بها أمه. عاد وقد ابيض وجهه وأصبح يرتدي بدلة وحذاء مثل تلك التي يرتديها طبيب المركز. أخبرني أيضاً أن أمه قد اغتسلت أخيراً ومشطت شعرها واكتحلت. تمنيت أن يعود أبي، ليس من أجل الحلوى فقط. أمي، لما لا يعود أبي؟ تبكي هذه المرة رغم الانكسار والكثير من الخيبة التي كانت بداخلها. لن يعود، كنت أدرك هذا عندما عزم على الذهاب. ثم رفعت بصرها للأعلى حيث يختفي سرب الطيور المهاجرة، تلك لن تدعه يعود. كانت أمي تشير كثيرا في حديثها إلى تلك المجهولة التي تسرق الآباء ولا تسمح لهم بالعودة، ولكني لم أعي ما تقصده تماما. وظلت تلك المجهولة تلقي بظلها الأسود علينا دائما. ذات صباح لم تفق أمي، فقد رحلت هي أيضاً، وإن بقيت آثار دمعتها، مشطها وصورة أبي. كنت أدرك أنها سترحل، فإن صمت النساء رحيل قريب. مضت الأعوام تلو الأعوام،
والشمال لا يشرق عن مقدم غائب أبدا، وحتى طيور السماء العائدة لأعشاشها آثرت الصمت المحمل بالخيبات. مضت أعوام كثيرة، علمت هذا عندما صغر حذائي وقميص الوحيد، وبدت سيقاني أكثر رشاقة من طرف بنطالي. كبرت وكبر عقلي، أدركت حينها لما كان الشمال يسلب رجالنا ويترك نساءنا أرامل وأزواجهن أحياء. أدركت أنه كلما توقلت جنوبا تجد بيوتا تمتلئ بالكثير من الفقر وبصبر النساء أكثر. رجالنا لا يخونون نساءهم، ولكن الفقر هنا يخون الجميع ويجبر الرجال على السفر بعيدا لشراء ضحكات أطفالهم وأساور نسائهم. أدركت أن الحياة شجرة تنبت جنوبا ولها فروع طويلة عاقة جدا، دائما ما تنمو وتمتد شمالا وتبنى بها البيوت والمصانع التي تأخذ منا رجالنا. هنا فقط كلما توغلت جنوبا ستجد الدفء بعيدا عن صقيع الغربة، ولكنك حتما ستجد نساء يفضلن الموت جوعا على ألا تشاركهن الغربة أزواجهن وضحكات أطفالهن. النص الثاني، رغيف السماء. أين منصور يا خالة؟ لا أدري، هو لم يظهر منذ الصباح. وأردفت واصفة إياه بالمستهتر، ثم كالت عددا لا حصر له من الشتائم. خرجت مسرعا كي لا تلحظ ابتسامتي، متعجبا من طريقتها في التعبير عن حبها لمنصور وحيدها ذي العين الواحدة. الخالة سعدة هي داية القرية، ومنصور كان وحيدها الذي رزقت به بعد محاولات عدة للإنجاب لم تفلح في بداية الأمر، إلى أن ذهبت للشيخ عبده بعدما نصحتها نساء القرية بذلك، وبعد تعويذات عدة أخبرها بأنها ستنجب صبيا مختلفا عن بقية الصبية. يتردد في القرية أن الفتى نصف جني، وإلا كيف حملت به سعدة برحم ميت شؤم على بقية من حملت بهم سابقا. لم ألحظ عليه شيئا مختلفا، فنحن رفقة منذ سنوات عمرنا الأولى، لولا بعض العمش في عينه اليمنى تحول مع الوقت إلى عمى في تلك العين، إذ أسميناه اختلافا. ومع هذا أستطيع القول بأنه كان طيب القلب محبا للجميع، لم يكره أحدا، كما كان نشيطا فوق العادة لا تفارق الابتسامة وجهه، ذو جثة ضخمة ولون أسمر جميل. ورغم هذا كان الجميع يتجنب رفقته وينعتوه بأبشع الألقاب. جمعنا اليتم والفقر كما كنا بفصل واحد، واشتركنا في مغامرات كثيرة، حيث كنا نتسلل في الليل لسرقة بعض الحلوى من دكان القرية، وأحياناً نغافل المزارعين ونسرق بعض القمح. وذات مرة حاولنا سرقة بعض التمر من منزل شيخ القرية الذي وصفنا بعد افتضاح أمرنا بالعصاة اللذين سيذهبان للنار حتماً، وأمر بقطع أيدينا لولا تدخل بعض وجهاء القرية. في حينها نظر لي منصور قائلاً: لا يهم أين سنذهب، المهم ألا نجوع ثانية يا صديقي. كان منصور لا يزال يمارس دور الأخ الأكبر كلما خرجنا معه، فيبادر لطمأنتي عند كل مشكلة نقع فيها، وكنت أثق بكلامه وأحتمي به كثيراً. قررت والدتي إرسالي للمدينة لإكمال تعليمي هناك عند قريب لنا، وفي الحقيقة هي تريد إبعادي عن منصور. مرت ثلاثة أعوام، ومع هذا كنت أعود في كل مرة لأسأل عنه بالخفاء، فقد عاهدنا بعضنا أن لا نفترق أبدا، وكانت أمه دائما تقول لي: منصور لا أخ له سواك فلا تترك. أصبح في كل مرة نلتقي يخفي وجهه مني، هناك شيء قد قتل بداخله. لم يعد ذلك الفتى كثير المرح، بل غدا شخصا متجهما حزينا ومنكسرا.
عدت في المساء لأسأل عنه، وجدته جالساً عند مدخل بيتهم يحدق في المارة بعينين وجلتين. لم يستقبلني كعادته، كان سلاماً بارداً، أعي أنه يحمل لي عتباً بقلبه، ولعل مقابلتي بروده ببرود أكثر قد زاد الفجوة بيننا. لحظات من الصمت، نهضت بعدها عائداً فناداني: آدم. نظرت إليه دون أن أجيب: أتظن يا صديقي أن الجنة لا يدخلها عاص ولا بليد أو قبيح مثلي؟ من قال لك ذلك؟ شيخ القرية يصفني دائماً بالعاص الذي سيذهب للنار. أولم نسرق عندما أحسسنا بالجوع وأردنا أيضاً تذوق الحلوى التي لم نكن نملك ثمنها؟ وكان هذا منذ زمن بعيد، لماذا لا يغفرون يا صديقي؟ لم أستطع إجابته. كنت أتذوق الخذلان في كلامه، كنت أتذوق الخذلان في كلامه والخيبة من تخلي الأصدقاء والفقر والوحدة أيضاً. مضى عام على تلك الحادثة، لم أعد إلى القرية من حينها، ربما هي رغبة الهروب من كل ما يذكرني بخيبات منصور. منصور الذي كنت أراه من خلال وصفهم له، ونسيت أني كنت شريكه في تلك الخطايا. اليوم صباحاً وصلتني رسالتان، إحداهما من أمي، وأخرى كانت عبارة عن رسالة عاجلة مختصرة. علمت لاحقاً أنها من طرف الخالة سعدة: احضر حالاً، لقد مات منصور. كان علي أن أجيبها لو بقيت داخلي ذرة وفاء واحدة. ودون أدنى تأخير توجهت إلى القرية، وكان وصولي قبيل الغروب. شاهدت رجال القرية عائدين من المقبرة، وهم يقسمون أنهم رأوا نوراً قادماً من السماء باتجاه القبر المعد لمنصور. توجهت لدار أم منصور، وجدتها صامتة لا تعي مما حولها شيئاً. قبلت رأسها وكفيها وكأني أقدم اعتذاراً لمنصور عن تقصيري. ناولتني صندوقاً تقول أنه أوصاها قبل أيام أن تعطيه لي في حال عدت للسؤال عنه ولم أجد. عندما فتحته وجدت بعض الدفاتر القديمة والقصاصات وصناديق حلوى فارغة قديمة أيضاً، ثم ورقة تبدو أنها رسالة كتبت بخط ضعيف: أقسم لك يا صديقي أني أرى الجنة ذاتها التي لن يدخلها عاص أو قبيح بعين واحدة. أراها كل ليلة وأشم رائحتها مشابهة لرائحة رغيف الخبز الساخن والحلوى. بالجوار كان شيخ القرية يقسم لجميع أهل القرية أن منصور كان فتى مختلفا في كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. الفكرة هي الدفقة الأولى للنص، واللغة ثوبها البهي الذي تتلخص فيه قدرات الكاتب المعني بفكرته. وقفتنا التالية مع القاص الأستاذ وليد كاملي، فليتفضل. السلام عليكم جميعاً. النص الأول كما تريد. Location وهو اسم المجموعة طبعاً. الغضب الذي تورمت به أوداج الصغار هناك لم يكن بسبب هزيمة الفريق الذي يحبون، لا، ولم يكن بسبب انقطاع الكهرباء عن ملعبهم الليلي. الغضب الذي تورمت به أوداج الصغار هناك كان بسبب خطأ سيارة فرقة الإنقاذ التي ضلت طريقها حيث صديقهم الذي سقط في بئر شيخ القرية المكشوفة.
مكالمة فائتة. في أول لقاء جاء بعد عدد من المواعيد المؤجلة، وبينما كان هو يقف أمام المحاسب يسرد عليه الطلبات التي تليق بهذا اللقاء، حيث اختارت هي فنجان قهوة تفيق به من الدهشة، ولأنه ترك هاتفه أمامها شدها الفضول لتعرف اسمها المدون فيه. اتصلت فظهر لها اسم أحمد المكوجي، ولأنها لم تصدق كررت اتصالها فوجدت ذات الاسم، فغادرت خلسة بعد أن تأكدت من حملها لأحلامها الوردية. الله. انحياز. منذ خروجه في المساء وهو يبادلها رسائل الغرام يشحذ همم استعدادها له حين يعود، وبعد أن شرع يهمس في أذنها بأحلى كلمات الغزل ويشعل جيدها بأنفاسه الحارقة صاح رضيعها باكيا فتركته واتجهت إليه. عقلانية. بعد كل السنين التي عاشتها في كنفه زوجة متخمة بالعاطفة، جاءها نبأ وفاته كالصاعقة، واليوم وبعد أربعة أشهر وعشرة قررت أن تفكر بعقلانية. ترميم. حين سمعها مصرة على شراء خاف للعيوب شده الاسم واستحضر حاجته الماسة به، فطلب من البائع كمية أكثر. إرث. بينما كان يهم بمساعدتها على انتقاء ملابسها قالت له: عذرا حبيبي، طوقك ليس جميلا. فقال لها: فعلا إنه العيب الوحيد الذي ورثته من أمي التي اختارتك لي. تهمة. لا شيء يخيفني كبحث الأشياء التي تحيط بي عن معانيها. لا شيء يخيفني كبحث الأشياء التي تحيط بي عن معانيها. هكذا لفظ جملته الأخيرة قبل أن يقتاد إلى السجن. النص الأخير. رهان ساخر. بينما كانا ينصتان لأصوات مدافع الحرب القائمة بين بلديهما، كانا يتراهنان بسخرية ويسألان بعضهما: ترى أخ من منا قتلت هذه القذيفة؟ وشكرا لكم. الحقيقة هل لي أن أتباهى بنبرة الصوت لدى وليد؟ نعتبر اليوم احنا محسودين، النبرة تليق بالشعر. لا، أنا أتكلم أن النبرة تشعر أنها نبرة شاعر، ولكن اليوم احنا نجتذبه إلى منطقة القصة ونتباهى به فعلا. شكرا لك وليد. أنا منحاز. وقفنا على تجليات سردية منذ اهتمام العرب بتاريخهم السردي، لكننا في الألفية الماضية رسخنا قواعد وأسس لهذا الفن المتنامي. ضيفنا الآن هو القاص الأستاذ عيسى نهاري، فليتفضل. تقول
أسعد الله مساءكم بكل خير وقصة. قصة قصيرة بعنوان لذة. كانت متمددة على السرير الأبيض وقد اشتد عليها المخاض وحاق بها بياض الممرضات اللواتي شكلن عقد لؤلؤ ساطع بأجسادهن الشابة. في اللحظة التي ستصبح فيها عائلة لوحدها كانت تصيح بعنف يجعل الممرضات الحديثات يتقافزن ذعرا متناهيا صراخها المتفجر إلى الأسياب. في ولادة مهبلية وجدت نفسها وسط نيرانها كانت شفتاها المتوردتان ترتجفان كجناحي ملاك تائه وراح جفناها السميكان يطبقان على وجع جاثم يستبد بأركانها. يسكنها الأسى المندلع على مغارة روحها بينما طوقت رأسها لفافة خضراء امتدت تكوم الأسى المندلع امتدت تكوم على الصداع الذي زاد عقلها السادغ ضياعا. وما لبث أن استجمع قواه ليسترجع ليال مشوبة بالتسكع في وسط الطرقات المظلمة واللذة اللذة التي حررت داخلها روحا ماجنة لم تفتأ أن حولتها فتاة أخرى. لم تكن ترى نفسها إلا عهرا يتمشى على الطرقات ناشرا قذارته. كانت ترزح في بؤرة فسادها وعقلها يعود أميالا عدة إلى حياة التشرد القاسي التي قبل أن تلبسها ملابس المشردين البالية جردتها من بقايا فطرتها المتوارية. كانت تتداعى كبرج منكوب ولا تمسسها قطرة شك بأن جسدها روحها أعماقها محض خرابة شاسعة وأن النطفة التي تسكن أحشاءها لن تكون إلا مسخا صغيرا يتغذى على مجونها وفسقها فيما كان صراخها المدوي تعبيرا عن المهانة التي تحسها جراء الاهتمام المفرط الذي طرأ تصرخ في وجه الكون كله في وجه الوجود الذي ألفاها الضنك جل حياتها والذي يزجي لها الآن أبهة المكان ونبل المعاملة. كانت حواسها تصطلي يا للمهانة يا للمهانة. لمحت ظل الوردة البلقاء على الطاولة القصيرة بجانب السرير شدها شحوبها الفاتر المنعكس على وجهها تسمرت لوقع بهائها والتموجات الغارقة كحياتها ومضت تستذكر أنهار النبيذ الرخيص التي جرفتها تلك الليلة وملامحها المندسة وراء الكأس والرجل ذاك الشاب البهي ذو الملامح النبيلة الذي ظل يتأمل وجهها يراقب فتوة جسدها وبطنها المنتفخة مستكشفا معادلة غير متوازنة لبدت ذهنه بتساؤلات غريبة. لم تبدد غيمتها إلا نشوة الكأس الأخيرة التي سقطت هشيمة لتلحقها ممددة على الزجاج المتناثر وكأنما أرادت أن تضع حدا لهذه المأساة عبر مواجهة الألم. كانت في حالة يغثى لها مطروحة على أرضية الحانة ككيس بطاطا متعفن. هرع الشاب إليها رافعا رأسها بيده اليسرى ومتلقفا بالأخرى قوام جسدها لينحيها عما تكسر وليهاتف الإسعاف الذي ما لبث أن حملها على نقالة. عادت تتأمل الوردة والقطرات المتدلية على تويجاتها مترقبة جهاز الشفط الذي بدأ بالجذب. حين ذاك دوى داخلها شيء من الكره والحقد على المنقذ الذي نبش في أعماقها أسى لا يحتمل بينما شد البطل معطفه المخملي المزين بالأوسمة وتهلل مغتبطا حينما تناهى صراخ الجنين. لعبة الكلمات. استلقى مسفوكا على كرسيه المتهاوي يواجه الوجود بأسى العالم كله بتلقائية فارغ بتشبع مركول أوسعه الوجود وجدا فرك تجاعيده بقسوة
تسمر واقفا أمام مرآته التي مارست صراحة الأناسي كلها فيه، أهرقت دمه، أظهرته حطاما وبقايا، كانت شفتاه تفصحان عن كومة مضاريف ورسائل لم تصل، وحاجباه المقطبان يطفحان بأحاسيس أبت أن تخبو، كما لو أنها كائنات دقيقة تحيا باقتيات روحه. أما أنفه المعقوف ظل مغمورا بعطور تبرجة باذخة غادرته سريعا. ها هو سارح أمام مرآته، يتذكر وجه الوديعة جيدا، واللحظة التي تأثثت أحداقه عند رؤيتها، وعندما اطمأن بحبها واطمأنت هي بحبه، ولما راعه أن تبقى كل العمر توقع ببصمة إبهامها، راح يعلمها الأحرف، بدأ معها بالحاء ثم الباء، أهداها شهوة الكلام وأزاح عنها لوعة الصمت الممض، وبنى لها عالما من الأشياء والأسماء، وترجل هو فتسيدت عرش الكلام، لكنها سقطت في امتحان البوح الأول، وأمضت توقيعها الأول لتخلعه من قلبها بدم بارد. وبطريقة يسيرة ليست بالصعوبة ذاتها التي هجأ فيها الأبجدية على شفتيها، رمته كما تبصق الكلمات وتبسك بها كما تنحت الحروف، وكان كلما ينتهي من نحت الكلمات بإزميله المدبب على صدرها يذهب إلى مرآته، ولكنه يبصر شقاءه مرة أخرى فيعود إلى الجسد المضرج ليكمل لعبة الكلمات على رقعته ويعلن انتصاره الليلي المثير. شكرا. من المنصف أن نفي السرد حقه، وألا نتحامل على القص وأهله كفن مختلف عما سواه. هو لحظة يتعامل معها كل قاص بحسب رؤيته ولغته. ضيفتنا وختام ليلتنا القاصة روضة باعشان، فلتتفضل. النص الأول: على جناحي فراشه. لم تكن الليلة الموعودة لحياتهما إلا أنسا وفرحا، ربما أغنتها عن المتاعب التي تكبدتها في فترة حملها. عندما فتحت عينيها أستاذ خديجة، عندما فتحت عينيها تراءى لبصيرتها أن فراشة بيضاء ترتسم ملامحها على لباس أبيض يرتديه الطبيب، مخبرا إياها بمولود يحمل من الآمال الكثير، بينما كان الشخص الذي تراكمت حول عينيه هالات سوداء ينتظر ذلك النبأ العظيم الذي سيملأ منزله بضجيج من السعادة وأغاني الفرح. تتعاقب الأيام والشهور، يكبر يزن بين أحضان والديه، يتعالى سقف آمالهما في ابنهما الذي أدركوا بفضله معنى قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حصل عادل على ترقية في عمله، مما فرض عليه مفارقة منزله الغالي لتذرف بيان يوم مغادرته دموع حزن ممزوجة بفخر واعتزاز. فزوجها عادل كان ممن سابق للتضحية بروحه فداء لوطنه، غادر حاملا حقيبته محصنا بدعوات زوجته المخلصة، محملا إياها أمانة ابنهما. في ذات يوم عادت حقائب عادل، عاد كل ما حمله معه إلا هو ودعوات بيان التي استودعته ربها، موقنة أنه إما يعود لها سالما أو يعود شهيدا لخالقه الذي هو أرحم الراحمين. أتم يزن عامه الثالث، لاحظت والدته وكل من رآه أن يزن لم يكن كغيره من الأطفال ممن يمتلكون مهارات التواصل الأساسية، كان دائما في عالمه الخاص، كان لا مانع عند بيان من أن تصطحب طفلها حتى في المناسبات الاجتماعية، إلا أن الملاحظات المتكررة من قبل النساء على سلوكيات يزن أصبحت تضجر بيان. تدخلات مستمرة وتشخيصات طبية من أناس لا يمتون للطب بصلة. تعاد الأسئلة ذاتها مراراً وتكراراً،
كم عمره؟ لماذا لم ينطق بعد؟ هل عرضته على طبيب؟ لماذا هو كثير الحركة؟ أسئلة زعزعت أساساً قوياً بنت عليه بيان صرحاً من آمال وتطلعات في ابنها يزن، قصص مأساوية رددت في كل مجلس حضرته عن أطفال أصيبوا بالتوحد لم يجدوا سبيلاً لتحرير كلمات سجنت في حناجرهم الصغيرة. استجمعت كل ما تبقى لديها من شجاعة لتعرض طفلها على الطبيب، تخشع في دعائها: رب اشرح له صدره ويسر له أمره واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله. في عيادة الطبيب الأول: ابنك مصاب بمرض التوحد. تقاطع بيان الطبيب: هذا غير صحيح. تعرضه على طبيب آخر ثم آخر، لكن لا تشخيص جديد. بعد عرضه على 3 أطباء تقبلت أخيراً حقيقة إصابة ابنها بمرض التوحد. راقبت بيان ابنها الذي بلغ 3.5 وهو يلعب في الحديقة. كان الأطفال يستمتعون بمشاركة ألعابهم مع الآخرين إلا يزن، فكما قال الطبيب الثاني يحب الأطفال المصابون بالتوحد اللعب وحدهم. كان ما يلبث أن يتناغم مع إحدى الألعاب حتى يأتي طفل آخر بهدف مشاركته اللعب فيسلمه يزن تلك اللعبة بسلام. وكما قال الطبيب الثالث: لا يستجيب الأطفال المصابون بالتوحد للنداء بأسمائهم. حاولت بيان جذب أحد الأطفال بحذر، أخبرته سراً أن ذلك الطفل الجميل ابنها وأن اسمه يزن. هرول الطفل مسرعاً اتجاه يزن في محاولة للعب معه، ناداه باسمه مرات عديدة لكن لا استجابة. أصبحت الكلمات التي قالها الأطباء تتردد بذهن بيان مع كل سلوك يسلكه يزن في تصرفاته، تتأمله وهو يمر بين الأطفال مسرعاً بينما يغطي أذنيه من ضجيج أصواتهم، هارباً بعيداً عنهم ليقف قبالة جدار ضخم رسم عليه فراشة كبيرة بطريقة الرسم التشكيلي. تأملها طويلاً، ابتسمت بيان بينما تراقبه يتلمس الألوان ويدقق بها كفنان احترافي. عاد يزن لوالدته، تسأله بيان: هل انتهيت؟ دون إجابة كعادته، لكن عكس كلام الأطباء كان يزن لا يزيح عينيه عن عيني والدته عندما تتحدث معه، كان يبتسم لابتسامتها ويحزن لحزنها. تشربت والدته كل ذلك التشاؤم والسلبية من حولها، قررت أن أفضل سبيل له أن يدرس بمدارس التربية الخاصة، مدركة أن لا شيء قد يتطور طوال 12 سنة التي سيقضيها فيها. استيقظت صباحاً تتفكر في حال ابنها لتحط على سورها فراشة بيضاء زاهية، تمد بيان يدها لتستقر الفراشة بباطن كفها. بيان: رغم صمتك وهدوئك إلا أنك تضفين للطبيعة رونقاً خاصاً كما يفعل طفلي يزن في حياتي، لكني أخاف أن يكبر دون تأثير ملحوظ، دون أن يشعر الناس به بينهم كما تهبطين وتنطلقين دون أن يشعر بك أحد، عكس ما تمنيت ووالده أن يكون. عادت بيان لواقعها بعد أن طارت الفراشة، وعلى جناحيها تركت بيان آمالها لتحلق بعيدا. أعدت طعام الإفطار ليزن، أنهى يزن طعامه، استعد لمغادرة الطاولة. قالت بيان بنبرة يائسة: ليتني أستطيع سماع شكرا أمي، سأكتفي بأمي لو كان بالإمكان، أمي إنها سهلة أليس كذلك؟ عاد يزن ليجلس على الكرسي، تأمل وجه والدته وهي تكرر النطق: بيان، أمي، أمي، تشدد نطقها، نطقها منقوصة: أم. بيان بحماس: نعم، نعم، أمي، أمي، نطقها سريعا: أمي، رغم أنه قد يتراءى لسامعها أنها كلمة أخرى. غادر يزن بهدوء تاركا والدته في حالة من الذهول بعد أن كانت كلمته تلك كفراشة رف جناحها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لتتسبب بأعاصير وفيضانات بأماكن بعيدة، كما تسببت 3 أحرف من فمه أمي بفيضان من المشاعر وأعاصير من السعادة هدمت كل ما كانت قد سمعته عن حالة ابنها الميؤوس منها. لم تصدق أذنيها، لكنها صدقت قلبها الذي عاد له نبض الأمل في قرة عينها. لم تتمالك نفسها من الفرحة، اتصلت بهاتف أحد الأطباء تبشره كأن حياة جديدة قد كتبت لابنها،
أخبرها أنه قد يكون التقدم الوحيد الذي سيحرزه، وأنه قد يكون من المحبط أن تتوقع المزيد. لأول مرة لم يترك ذلك الكلام بنفس بيان أي أثر. جالت البلاد للبحث عن أكفأ الأطباء لعلاج ابنها، فحصلت على نظام صارم لعلاجه، يبدأ بطعامه وحتى طريقة تعليمه، حتى بدأ بعد ذلك يحرر حروفاً كانت حبيسة لسنوات، حضرت دورات لتفهم سلوكه، تفكيره، لترى الحياة من منظوره. بعد عدة سنوات اكتشفت شغف ابنها بالرسم، ليعود لذاكرتها كيف كان يترك كل شيء بين يديه ليتأمل لوناً أو رسماً. سلكت كل السبل من أجل تنمية موهبته، تعلمت وعلمته أساسيات الرسم وكيفية الإمساك بالفرشاة، كيف يدمج الألوان ليعبر عما بداخله، فيرسم لوحة ناطقة لفراشة بيضاء كتلك التي حملتها آمالها ظانة أنها لن تعود. الطالب يزن بن عادل بالمركز الأول لأفضل لوحة رسم تشكيلي. هكذا أحرز يزن أهم جائزة قد ينالها رسام على مستوى الدولة، وهو في أواخر المرحلة الجامعية. تقدم للمسرح يخطو خطواته ببطء، يقلب كفيه توتراً. ضج المكان بالتصفيق، رفع يديه ليغطي أذنيه، تدارك نفسه سريعاً لإنزالها عندما مر طيف والدته وهي تنهاه عن فعل ذلك. مد يده ليستلم الجائزة ثم أعادها سريعاً. بين جمع الحضور بحث عن والدته التي وعدته بالحضور، يتلفت يميناً وشمالاً وتشتته الأصوات، حتى حالفه الحظ واقتنص عباءتها أخيراً في الصف الأخير، تجلس بعيدة عن الجميع لا تكاد تراه بسبب ضعف بصرها، ورغم ذلك لا زالت تلوح بلهفة وسعادة وتهتف: إنه ابني. رغم بعد المسافة التي تفصلهم، استطاع يزن أن يميز نظرتها ودمعة فرح وفخر كانت تنساب على وجنتيها. فرح لفرحتها كعادته وشاركها بدموعه. مرر المقدم الميكروفون له ليقول كلمته. تراقص الميكروفون بين يديه كما تراجفت شفتاه. حاول أن يستجمع قوته. عاد له إحساس صعوبة النطق كأول مرة نطق بها. قالها كأنها مرته الأولى: شكرا أمي. وكأنها تسمعه لأول مرة، ذكرى أول نداء. كانت ستكتفي بأمي، وها هو اليوم أتمها كما تمنت. شكرا أمي. نختم معكم، باقي نص ولا خلاص؟ نختم معكم ليلتنا واحتفاليتنا مع الروائي والقاص الكبير الأستاذ عمرو العامري في قراءة تأملية للنصوص التي سمعناها قبل قليل، فليتفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير. كيف الصوت؟ السيدات الفاضلات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم. الذين يأتون متأخرين لا يعود لديهم الكثير ليقال، والمساء كالحياة بهجتها في أيامها الأول. وأنا لم أصل متأخراً، لكن شاء دوري أنكم تسليمة التشهد الأخيرة. لكن قد أكرمني النادي بالجلوس هنا، فمن البديهي أن أقول شيئاً حتى وإن كان بديهياً ومكرراً. لن أقول الكثير، مفسحاً للمجال لهذه البهجة أن تبقى وأن تستمر في أسماعكم، وأن تكتمل أنتم أيها السيدات والسادة، وأن تكملوا أنتم أيها السيدات والسادة هذا الحضور البهي. وهؤلاء الشباب والشابات جاءوا من أجلكم، وأنتم من يجب أن يتحدث وأن يكسر الضلع الثالث، ضلع الناقد أو القارئ للنصوص. أنا مثلكم لا أحب النقاد، ولا أحب القمل، ولا أحب الدجاج، ولا أحب الأسماء المستعارة،
السيدات والسادة، أظن أن الهدف من هذا المقال أو من هذا اللقاء هو احتفائي في المقام الأول، احتفاء بيوم القصة العالمي. ومن خلال هذه التظاهرة ومن البديهي أن يكون هناك كتاب وكاتبات القصة وقراءة كمدخل للمشهد الثقافي. لذلك لا مجال الليل هنا سوى للجمال، الجمال الذي سمعناه متجاوزين اختلاف الرؤية حول النصوص ونحو الاتفاق على جمال هذا الحضور. وأنا بحكم التجربة لا أكثر أجلس هنا، والتقدم في العمر يشبه صعود الجبل، كلما صعدنا رأينا مساحات أوسع من الحياة. كذلك أنا الذي ربما قرأت أكثر، تأملت أكثر، جربت أكثر، جربت متلازمتي الصح والخطأ كثيراً، وبالتالي يفترض مني وبحكم التجربة يفترض مني أن أقدم قراءة لما سمعنا من نصوص. والقص فناً وليس علماً، ولهذا قد تختلف أحكامنا كل حسب تجربته وذائقته وخلفيته الفكرية والثقافية وحتى الاجتماعية. صديقاتنا وأصدقائنا اجتهدوا كل حسب أدواته، ويبدو التفاوت واضحاً في نقاط عدة، فموارد الثقافة تختلف من شخص لآخر، كذلك القدرات الفنية. وحتى نتجاوز العموميات ولضيق الوقت، سألامس في سطور قليلة رؤية الانطباعية لكل قاص وقاصة، ليس من أجل نصوصهم فقط، ولكن من أجل البعض هنا، ولعل ذلك يقدم شيئاً. صديق الجميل عيسى تحدث طبعاً، ما حالتزم بترتيبهم بالأمسية. صديق الجميل عيسى مثل شخصيته قلقة هاربة متشظية على الدوام، وفي حالة تأزم دائماً مع المرأة في نصيه اللذين قرأهما. ولا المرأة ليس المرأة المثال، ولكن المرأة الخائنة الغادرة المدفوعة بالانتقام. هذه العدوانية الدفاعية الهشة الخادعة تخفي حباً عميقاً في المقابل، وهذه الإسقاطات ما هي سوى حالة احتجاج صارخاً في طلب من المزيد من الهبات، أو ربما نتيجة لمواقف واعية أو لا واعية. وددت لو أن عيسى تحدث بلغة الحاضر، فمنذ أن بدأ في قصته بكانت فقد أفقدنا الترقب والانتظار، فعالم كان عالم منتهي. أيضا قال ممددة على السرير وقد اشتد عليها المخاض، استخدام الكلمات يجب أن يحمل دلالاتها، ممتدة متمددة على السرير غير ممتدة، متمددة تعني الراحة بينما هي في حالة غير طبيعية، كلمة ممتدة هي الأبلغ في رأيي وهي الأصدق. أيضا في مقطع آخر يتمشى، ولو قال يمشي ستكون أبلغ من يتمشى، الإنسان الذي يتمشى بالراحة، أما الذي يمشي فيمشي على قلق. عيسى قاص وعد جميل، وستلمس طريقه من خلال القراءة الجادة. صديقي الآخر معاذ يمتلك لغة جميلة، إلقاؤه كان متميزا، لكنه متعال على هذه اللغة، لا يوظفها من أجل النص، ولكن في محاولات استعراضها وحشرها أحيانا في غير مكانها. هذه المحاولات جعلت القبض على أحداث النص مرهقة وضبابية، بحيث نصل للنهاية ونحن نفتش عن حدث أو مغزى، لأن القصة في النهاية هو حكاية أو حدث. وفي نصي معاذ بالكاد تجد هذا الحدث، خاصة في نصه وسام. معاذ تجاوز البدايات منذ زمن نحو عالم النشر، لكننا نأمل أن يتجاوز نحو نصوص أكثر نضجاً، وحكمي أنا ليس على مجمل تجربته وإنما على ما سمعته الليلة. محمد علي مدخلي ربما بعكس معاذ موجود، الحدث لديه موجود لكنه باهت أو مستعجل، بحيث لم تنضج الشخصيات. وعموماً كلا النصين، أعني النصين الطويلين وليس النصوص القصيرة، كلا النصين تكاد تكون فكرة واحدة، رجل مسن غالباً وفتاة يحتمح حولها الحدث وشاب هو المتحدث.
لذلك أعتقد أن الفكرة كانت بحاجة إلى بناء درامي تصاعدي أكثر إقناعاً حتى نتقبل ما حدث، أو قراءتها عبر الدلالات المعرفية السيميولوجيا أو ما يسمى بعلم النقد النفسي والذي فطن إليه عالم النفس جاك لاكان، والمكان هنا لا يحتمل الشرح، لكني تذكرت هذه الدلالات وأنا أتشابه النصين. النصوص القصيرة قد تقدها اللغة ويغض النص هو البطل، حيث لغة البوح والتي تقترب من الشعر من خلال الحدث أو من خلال الحدث، وهما لا تمكن عليه القبض من خلال نصوص المدخل، لكن في قصصه القصيرة جدا كان رائعا. وليد في نصوصه القصصية القصيرة جدا اختار الطريق المختصر باعتبار القصة القصيرة جدا فنا شائعا ومباشرا، ويصل مباشرة إلى القارئ السمعي أو المستمع خاصة. رغم مضي سنوات على ميلاد القصة القصيرة جدا، إلا أن الجدل حولها لم ينقطع بين الرفض والقبول، لكنها في الأغلب اكتسبت شرعيتها وقبولها كفن لخصها السوري سليم عباس في الحكائية المفارقة السخرية التكثيف اللجوء إلى الأنسنة استخدام الرمز والإيماء التلميح الاعتماد على الخاتم المتوهجة الواخزة المحيرة والظريفة. هذه ليست مسلمات لكنها خطوط عامة يضيف إليها البعض أو يأخذ منها، وهي تحاول أن تجعل أن لا يستسهل البعض هذا الفن وأن تضع له ضوابط عامة. الأستاذ ولي طبق الكثير من هذه الخطوط التي اتفق عليها النقاد، ولكن ليس بالقوة اللازمة لحبس الأنفاس وخلق الدحشة في بعض النصوص، أو ربما لأني رفعت سقف توقعاتي عاليا لوليد، وليد الذي أحبه وأعرفه أنه يستطيع. وليد كان متميزا في إلقائه كما شاهد الأستاذ العباس. الأستاذة حليمة قصة متمكنة تجاوزت كثيرا زمن البدايات، تكتب بجمال آسر، تكتب من عوالم أنثوية غنية، تستند إلى الأسطورة وإلى الحكاية، وهي تكتب الأسى النسائي أو تكتب الأسى الأنثوي إذا ما قسمنا القصة إلى ذكورية وأنثوية، تختزن الكثير من الحكايات، هي صعدت تماما وتجاوزت البدايات وهي تكتب بجمال آسر. أنا أنحاز لها كثيرا، قرأت روايتها سلمى وكثير من قصصها القصيرة، وسعيد بإلقائها الليلة وبشجاعتها أيضا. الإبنة روضة باعش، لغة سهلة، لغة سلسة، لغة بسيطة، لغة مباشرة، لغة البدايات، ولكن هناك ملاحظة أتمنى أن تتقبلها الإبنة رؤى، هي ليست نقداً وإنما هي ملاحظة. القصة القصيرة لا تمتد على زمن طويل من الطفولة إلى الجامعة، القصة القصيرة دائماً هي لحظة توهج أو لحظة تأزم أو لحظة انكسار، يعني اللحظة لحظة قصيرة، أما أن تمتد على مسافة طويلة فإنها تغدو أشبه بالرواية، وبالتالي تحتاج إلى معالجات حتى تكون مقنعة. بالإمكان تغطية مساحة زمنية كبيرة من خلال التداعي، أن عندما جاء بالشهادة وقال شكراً أمي، من هنا تستدعي في حالة استدعاء بإمكانها أن تستخدم المدة الطويلة من خلال استدعاء اللحظي وليس من خلال التسلسل الزمني. الإبنة روضة باعش هي قد تكون الملاحظة ليست لها الملاحظة للمحاضن الأدبية الذين يحاولون أن يجعلوا من الفن مصلحاً، الفن ليس مصلحاً، يأتوا إلى الشباب والشابات في الجامعات أو في المحاضر الأدبية، أكتب نصاً عن فضل الأم، أكتب نصاً عن الطاعة، أكتب نصاً، هذا ليس فن، الفن الأدبي لا علاقة له بالإصلاح، الفن هو الفن، وبالتالي أتمنى أن تتحرر من هذه الثوب المدرسي وأن تبدأ تمارس الفن كما تحب ولا كما يملى عليها. تحدثنا أنا والأستاذة خديجة كثيرا في هذا الموضوع، البعض من يقيم النصوص أو أنها تنصح أن هذا ليس مهمة الفن، الفن مهمته جمالية وليس وعظية. وبعد، فإن نهرا جارفا يجتاح الحياة والناس،
رجالا ونساء وينسح فإن نهرا جافا يجتاح الحياة، والناس رجالا ونساء ينسحبون إلى الداخل محتمين بنهاياتهم المعلوماتية وكرسين عزلة الإنسان واغترابه في لحظة زمنية لم تحدث من قبل، وفي غياب دراسات تلاحق التسارعات المذهلة في الحياة فإن كوابح الإنسانية لم تعد تعمل بالشكل الكافي ضد الإدمان، كوابح الاستدانة من أجل المتع من أجل تغليب الحاضر على المستقبل باعتبار المستقبل غائما وغير مؤكد، ومن أجل ذلك وحدها الفنون الغناء والشعر والقص وحدها القادرة على محاولة استنقاذ الإنسان من اغترابه الذاتي ونجدته من التلاشي في عالم العزلة، وعلى هذه الفنون أن تكون أكثر إقناعاً، وأن يظل الشعراء عصاة ولا يلتحقون بالقطيع، وأن يظل القاصون رجالاً ونساءً سراج الرعاة بمحاولاتهم أنسنة هذا العالم، وأن يظل الرقص والغناء وسيلة الجسد في طرح التالف من الروح الخارج وتفريغ السالب منه إلى الأرض. شكراً والسلام عليكم. نختتم ليلتنا الآن، نفتح الباب للمداخلات. تفضل أستاذ مجدي، دكتور مجدي، آسف. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءكم بكل خير. وإن كان الصف الأول يعني شعراء، لا تحلموا أن تظل جازان، هي جازان الشعر. القصة قادمة بقوة. شكرا لنادي جازان الأدبي على هذه الأمسية القصصية الجميلة، وعلى هذه الأصوات الشابة التي استدعاها من محيطها التي تذوي فيه إلى ظاهرة العلن. كما نشكر الأستاذ القدير والروائي الكبير الأستاذ عمرو العامري، ونشكر أيضا الأستاذ القاص الأديب عباس معافى. أنا سأبدأ حقيقة من النهاية، من القراءة انطلاقا إلى النص. ذكرني حضور الأستاذ عمرو العامري بمقولة للباحث والروائي والناقد والفيلسوف أمبرتو إيكو، يقول: عندما انتهيت من كتابة روايتي اسم الوردة كنت بحاجة ماسة إلى أن يقرأها قارئ مر بالتجارب ذاتها قراءة وإبداعا. طبعا هذا الفيلسوف أمنيته أن يتولى قراءة عمله الذي يشعر بأنه يعني تعب فيه، أن يتولاه قارئ نموذجي، ومن ثم والى يعني كتاباته فيما بعد حول البحث عن هذا القارئ الذي ينبغي أن يتحرك تأويليا كما تحرك المؤلف توليديا. ما استمعنا إليه من إشارات سريعة جدا من الأستاذ عمرو العامري، أتمنى من أبنائي وبناتي وزملائي ممن يكتبون القصة القصيرة أن يحتفوا بهذه الإشارات والنظرات، وأن يأخذوها من مجرب عركته الحياة كتجربة، وعانى ما عانى مع الكتابة والقص إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. أنتم محظوظون حقيقة أن تكون من أوائل القراءات لإبداعكم تأتي من خلال تجربة حافلة بالإبداع، سواء على مستوى القصة أو على مستوى الرواية، ومن قامة أدبية كبيرة من أمثال الأستاذ الروائي عمرو العامري.
فتهنئة خاصة لكم، ويعني رغبة شديدة في أن تأخذوا تلك الملحوظات ما أخذ الجد. في الشعرية الجديدة لدينا في منطقة جازان تقريبا بين يدي 30 ديوانا للشعراء الجدد الثلاثينيين، إياد حكمي، مسملي، يعني طارق حلوش إلى آخره. سؤالي حقيقة، هل أستطيع أن أملك 30 مجموعة قصصية في مثل هذا السن؟ إن استطعت بالفعل أن يكون بين أيدينا وعلى منصات يعني مؤسساتنا الثقافية هذه الرحلة الشبابية، أن يكون بين يديك هذا الكم، فمعنى ذلك أن هناك يعني عافية تسري في أوصال وفي نبض هذا الإبداع الذي ظل فترة يعني ليست طويلة إن شاء الله بعيدا، أو يعني ليس قريبا من الساحة كما هو الشعر. أنا أهنئ الشباب يعني بأسمائهم، سواء من كانوا حاضرين هذا المساء ومن لم يعني يحالفهم الحظ لأن نستمع إليهم، كما أهنئ أيضا الأخوات على هذا الإبداع الرائع. وأتمنى حقيقة من الزملاء جميعا ألا نظل منحازين دائما ناحية الشعر، وإنما لنفتح صفحة جديدة للقصة القصيرة، فجازان ليست هي الشعر، جازان هي الأدب أولا وأخيرا. الأستاذ أحمد الحربي شاعرنا الكبير حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا سأبدأ من حيث انتهى الدكتور مجدي الذي ينادي بأن يكون لدينا أو يتمنى أن يكون لدينا 30 قاصاً كما كان عندنا 30 شاعراً من شعراء الثلاثيين مثل إياد وزملائه. هذا جيل الشعراء الحقيقة وجد فرصة كبيرة، وأتمنى أيضاً أن يجدنا أو يجد القاصون والقاصات فرصة أكبر في وجود الأستاذ حسن الصلهبي الذي يدير النادي الأدبي ويقف على المؤسسة، وهو قاص وشاعر، كما يساعده بعض الإخوة القاصين والشاعرين زي الأستاذ أيمن عبد الحق. نعود إلى أمسيتنا الجميلة هذا المساء، وسأبدأ من عند الأستاذة حليمة الفرجي وزميلتها روضة باعشاً، وقد سعدت جداً بسماعي لهن في لغتهن النظيفة النقية الفصيحة. أنا استمعت إلى جميع النصوص التي قرأت، ولكن شدني قراءة الأستاذة حليمة الفرجي التي فعلاً تجاوزت المرحلة، وهي فعلاً أثبتت بأن التجربة والمراس والمران هم الذين يعطون المبدع والكاتب فرصة لتطور لغته وإلقائه. كان إلقاؤها جميلاً، وكانت لغتها نقية فصيحة نظيفة. كما أهنئ ابنتي روضة باعشاً، أولاً أهنئها على جائزة التعليم إن كانت هي. نعم. ثانياً أهنئها على قراءتها الجميلة الهادئة وقصصها الهادفة، وإن كانت من القصص البدايات لكنها قصص أعطتنا انطباع بأن هناك جيل قصصي قادم، وقادم بقوة إلى الساحة. أما الزملاء الذين قرأوا نصوصهم، فالصوت الشاعري الجميل وليد كاملي، وأظنه يكتب شعراً. لا لم يكتب الشعر، أظنه يكتب الشعر.
أظن ها؟ لا 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 حمد نعم أظنه يكتب الشعر. عموما هو كانت قراءته شعرية ونصوصه أيضا شعرية ولغته جميلة ومكثفة، وأعتقد الشهادة في من تحب دائما تكون مجروحة، وأنا أحب وليد وأحب اللوكيشن. معاذ الخيرات بدأ بنص جميل مكثف بلغة جميلة، ثم انحاز إلى السرد الطويل الذي ضيعنا معه. لا أدري، الأستاذ عمرو العامري كان لديه ملاحظات جميلة جدا قدمها للقاصين بلغته المختزلة الجميلة، وهي رسائل موجهة، وأثنى عليها الدكتور مجدي الخواجي. محمد علي مدخلي سارد بامتياز ولغته جميلة جدا. عيسى نهاري ركزت معه في أكثر من نص خفيف، نص قصير كان أجمل لديه من النصوص الطويلة. الذين على المنصة يستحقون منا أن نشكرهم أولا، وأيضا أن نهنئ الأستاذ عمرو العامري على هذه الخطوة الجديدة والدخول في عالم النقد، وإن كان هو يتهرب ويقول أنا هذه قراءات انطباعية، ما سمعناه منه قراءات واعية وصادقة وتجربة صادقة جدا. القاص الجميل والشاعر أيضا الذي يهرب من الشعر أبو خالد، أشكره أولا على دعوته الخاصة، وثانيا على جلسته في هذا المكان، وأشكر في الأخير نادينا الأدبي الذي يجمعنا دائما عند كل مناسبة من مناسبات الأدب والثقافة، وأشكر الأستاذ الشاعر حسن الصلابي على نشاطه المتميز، وأشكر زملائه معه، وأشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من مداخلة؟ أنا أحب أن أدعو الدكتور إبراهيم أبو هادي، لازم ضروري جدا. أنا أمون يا دكتور إبراهيم، فلذلك ما يحتاج أستاذين. السلام عليكم. أنا أخذت على نفسي عهد من البيت أني ما داخل، وقلت للدكتور نايف هو بجنبي، وبعدين أستاذي و دكتور مجدي يعني ما حد يعلق بعده. فقط أنا أبغى أعترض على عمرو العامري في بعض النقاط. تمام. عمرو صاحبي، ترى ما بيننا شيء، لكن إذا كان نتكلم عن النقد، أنا أريد أن أستحضر، أنت استحضرت أمبرتو إيكو، أنا أستحضر رولان بارت. حتى رولان بارت حتى بس نضعه بين يدي عمرو العامري ليقتل المؤلف ويتعامل مع نص. تمام. أنا متأكد أن طبعاً الزملاء الذين قدموا القصة اليوم تعنيهم الكلمات التي قالها عمرو، وأنا متأكد أنهم سيفيدون منها كثيراً. لكن مهم جداً أن نعلم أن القراءة الانطباعية أنا أعتبرها أيضاً انطباعية، لأنها تتعامل مع نصين فقط، إلا إذا كان هناك قراءة ممتدة لمجموعات قصصية للزملاء، ما أدري عن هذا. أحياناً ممكن أن يكون هناك بعض الرسائل التي تصل من خلال النقد الانطباعي حول تجربة معينة. أنا متأكد في بدايات القص قد يكون هناك تجارب مختلفة ومتناقضة جداً، لأن الشخص يمكن ربما لم يجد طريقه الحقيقي الذي سيسلكه. كل التجارب التي قدمت في هذا المساء أنا بالنسبة لي صراحة كانت تجارب جدا ممتازة. لو أردت أن أوجه رسالتين فسأوجههما كالتالي. أما الأولى فيحتاج إلى كمية هائلة من القراءة في الروايات العالمية تحديدا، والروايات العربية التي تجاوزت، ومن ضمنها روايات أستاذنا الكبير عمرو العامري. فعلا نحتاج قراءات يعني واسعة حتى نقبض على الفكرة بشكل جيد ونستطيع أن نسير معها مسار صحيح. الجانب الثاني، لو كان بالإمكان أني أقول روضة والحليمة، إحنا نقولها بدون أسماء كذا يعني، كلكم أساتذة، ولعيسى
نهاري، أنتم مؤهلون جدا لكتابة الرواية، تجيدون اقتناص التفاصيل بشكل جدا مذهل، إضافة إلى هذا أن نفسكم السردي رائع وطويل، لكن لا بد أن تبحثوا أيضا عن الدهشة والحبكة في اللقاءات اللي زي هذه. من غير المناسب، من غير المناسب نهائيا، أنا أحمل، أنا جاي كل اليوم أحمل بس الناس، ها طيب، أنا أحمل العباس معافى مسؤولية التنسيق في النصوص التي تقرأ، يعني يجب أن يكون هناك يعني تناسب في النصوص، بالذات أن الشخص المستمع أمثالنا يفقد بسبب أي شيء، يعني أي شيء يشغله فيفقد سلسلة الأفكار فتضيع عليه بعض النقاط فيجد نفسه تاه في القصة. أنا آسف على أني يعني ارتكبت هذه العجالة، وشكرا لكم. السلام عليكم. الأستاذة خديجة أكيد لها مداخلة. ليس هناك مداخلة في الجانب النسائي؟ ما في. طيب، إذن في النهاية أحب أن أشكر زوجتي، لأول مرة تحضر مناسبة منذ 20 عاما، فأنا أوجه لها الشكر. أصدقائي الأربعة أيضا لم يخذلوني وحضروا، زملائي أيضا في المدرسة ما قصروا. الآن نشكر النادي ممثلا في الأستاذ حسن الصلهبي على ما قدمه. هذه الأمسية إن شاء الله تكون باكورة للسرد. نتمنى على النادي أن يفتح ورش للأشخاص الذين يحاولون أن يكتبوا القصة، لنوجههم إلى أول الطريق فقط. هناك أبجديات بسيطة يحتاج أي قاص أن يتعلمها، يعني إحنا منذ عقود وجدنا قامات قريبة منا سهلة الوصول إليها، وضعوا لنا أو وضعوا أمامنا أبجديات القص، وجهونا، وجدنا نقد قوي وعنيف ولكنه نقد موجه لا لأشخاصنا وإنما لما نكتب. نحتاج من النادي أن يوجد هذه الأرضية للشباب الذين يحاولون أن يكتبون النص القصصي. نحتاج إلى العمل المؤسسي فعلاً لإحياء هذا الفن، لأنه وجدت معاناة أني أبحث عن من يكتب القصة خاصة في الجانب النسوي، لكن النادي مع الأستاذ حسن بإذن الله سيمنح لنا هذه الفرصة بحيث أنه يفتح ورش عمل. الأمر سهل جداً جداً جداً، لأن هناك فعلاً من يريد أن يبدع. الآن ندعو الأستاذ حسن الصلهبي ليختب لنا ليلتنا الجميلة، وشكراً لكم جميعاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. لا أدري من أين أبدأ حقيقة، يعني عندما التقيت العباس في ضمد الأسبوع الماضي أو قبل الماضي وطلبت منه أن نحيي أمسية قصصية بحكم أن النادي يعني يزمع أن يدخل في مثل هذا المشاريع بشكل متواصل، ولكن وكان شعوري مقبوضا قليلا لما نعرفه أن يعني حضور القصة القصيرة يعني في الغالب يكون قليل وضعيف وكذا، ويعني ليست كالشعر. أنا لا أتحيز للشعر، والعباس يعرف أني متحيز للقصة ومن زمان، ولكن الليلة الحقيقة يعني حضرت القصة وحضرت معها الدهشة. أنا مندهش من كل شيء، من النصوص التي سمعناها ومن هذا الحضور، هذا الحضور الكبير
الحضور النخبوي الذي يعني لا أستطيع الحقيقة أنا في حقه يعني، وأشكر يعني بشكل خاص جامعة جازان ممثلة في وكيلها وعمدائها وأساتذتها وفي جميع المثقفين يعني كبار المثقفين منطقة جازان وشعرائها يحضرون الليلة، وكنا يعني في فترة يعني زمنية مضت نفتقد لمثل هذا الحضور النخبوي الذي بالفعل يشجع الشباب ويضعهم أمام في الطريق الصحيح لشق مشوارهم الأدبي. بالنسبة لمقترح العباس فنحن الحقيقة بصدد إنشاء ورشة للقصة القصيرة، وستكون بدايتها من هذا الأسبوع. في الأسبوع القادم سنكون على موعد مع دراسة نقدية لرواية الختم للكاتب خالد النمازي والتي صدرت عن النادي يعني في الفترة الأخيرة، ونرجو أيضا من الدكتور مجدي وجميع المختصين والمهتمين بالسرد أن يعني يشاركونا بالأفكار وبالإطروحات، لأن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن يعني تنجح في ظل يعني وجود جهة واحدة، لابد من تكاتف الجهود. أشكركم كثيرا على هذه الليلة الرائعة بكل المواصفات الحقيقة، يعني هناك عبرة تخالجني لا أدري ماذا أقول، ولكن أعبر عن فرحتي الكبيرة بهذا المساء الناجح وبفرسانه وبالقصص التي استمعنا إليها. وأشكر في النهاية روائينا الكبير الأستاذ عمرو العامري الذي استضناه الحقيقة، وهي كانت فكرة، مجرد فكرة ألقيتها على العباس وقلت له حاول معه، قال ما أنا، قلت له حاول بس. والحقيقة زي ما قال أبو أسامة اكتشفنا فيه الجانب النقدي، أو اكتشفنا الناقد الذي يختفي داخله. وأشكر أيضا في النهاية أبا خالد لهذا التقديم الرائع وللتنسيق ولكل شيء. شكرا ألف ألف شكر لكم، وسنلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع رواية الختم. مساءكم سعيد. شكرا لكم جميعا. لدينا مطبوعات النادي قبل ذلك هناك عراب حقيقي لليلة، الأستاذ حمزة كاملي الذي ساعدني كثيرا في تهيئة هذه الليلة، الرجل الغائب، أحب أن أهنئه على نجاح هذه الليلة وشكرا. أسعد الله مساءكم. التكريم تحت. بعد التكريم سنلتقي مع بعض المبدعين في توقيع إصداراتهم، وهم الأستاذ وليد كاملي والأستاذ معاد الخيرات والأستاذ حليمة الفرجي والأستاذ محمد علي مدخلي وأيضا الأستاذ القاص أحمد إسماعيل زين. أدعو الدكتور مجدي خواجي لتكريم القاصة روضة علي محمد باعشا. أستاذ علي قوم تفضل. تعال أستاذ علي تفضل معها. لا لا أدعو الشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم عمر صعابي لتكريم القاص عيسى نهاري.
أدعو الدكتور الشاعر نايف أزيبي عميد كلية التخطيط لتكريم القاص محمد علي مدخلي. دكتور الشاعر نايف أزيبي راح. أدعو الأستاذ الشاعر الكبير أحمد بن إبراهيم الحربي لتكريم الأستاذة حليمة الفرجي. أدعو الدكتور عبد الله زغيبي عميد مركز اللغة الإنجليزية بجامعة جازان لتكريم الأستاذ القاص معاد آل خيرات. أدعو الدكتور الشاعر عبد الوهاب الأمير عميد كلية طب الأسنان لتكريم الأستاذ القاص وليد الكاملي. مشى إذن رئيس النادي كان هنا. دكتور علي الصميلي عميد الدراسات العليا بجامعة جازان لتكريم الأستاذ القاص العباس معافى. أدعو الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي وكيل جامعة جازان لتكريم الأستاذ والقاص والروائي الكبير عمرو العامري. هنا يا أستاذ عمرو. بعد هذا التكريم سننتقل إلى منصة التوقيع لأخذ الإهداءات من المبدعين الأستاذ أحمد زين والأستاذة حليمة الفرجي والأستاذ العباس معافى والأستاذ وليد كاملي والأستاذ محمد علي مدخلي إلى منصة التوقيع. وشكرا لكم وكل عام أنتم بخير.